الرابعة ابتدائي شرح دروس الإحصاء. الإحصاء للرابعة ابتدائي فيه 34 حلقة، مجموع الوقت في كل الحلقات هو 4 ساعات ونصف. التحميل 2 جيجا، 2 جيجا بالنسبة للتحميل. إذا موضوعة في قناة ابتدائي 2021 مرتبة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 39 30 31 32 33 34 34 فيها ملف، 34 فيها ملف. إذا 4 جيجا، 2 جيجا، 4 أسابيع ونص مجموع كل الحلقات. الأوراق هذه خدمت بها الفيديوهات، أوراق أردت لم أريد أن تضيع، خدمت بها الفيديوهات. بالنسبة 2020، 2021 تكون في سنة خامسة، 2022، 23، 24، 25. هذه الكتب كلها على بالي وش كاين فيها في الرياضيات، كل هذه الكتب عندي وكلها على بالي وش كاين في الرياضيات، على بالي وش رايحين تقراو، معناتها وش رايحين تقراو في الرياضيات من 2020 ل 2025 على بالي وش رايحين تقراو. عدد الأوراق هو 32 ورقة، 32 صفحة. إذن الحجم هو 2 جيجا، الوقت مجموع وقت الحلقات 4 أسابيع ونص، عدد الصفحات 32 صفحة. هذا يا بالنسبة للإحصاء تاع الرابعة ابتدائي. رابط البي دي اف ورابط البلاي ليست، وضعت الحلقات في البلاي ليست من الحلقة الأولى إلى الحلقة 34. رابط البلاي ليست أسفل هذا الفيديو. بالنسبة للوقت كيفاش عرفت بلي راه فيها 4 أسابيع ونص، جمعت الأوقات كاينة في الفيديو، كل 15 من فيديو يعطيك المجموع تاعهم بهذا الشكل. شوف هذا يا 4 39، وهذا يا 17 16، هنا يا 21، وتجمع الباقية هكذا يعطيك المجموع تاع الوقت. ساعة 37 دقيقة، تجمع يجمع لك الأوقات هنايا، البرنامج يقدر يعطيك الوقت هنايا بهذا الشكل. تنتظر فقط مدة، تنتظر مدة ثم يعطيك التحميل. إذا الفيديوهات كانت فيها 42 دقيقة، جمعت كلش وجدت 4 أسابيع ونص. إذا الخلاصة هي ماذا؟ الخلاصة أن الإحصاء للرابعة ابتدائي، الإحصاء للرابعة ابتدائي، مدة الفيديوهات مجموع الفيديوهات 4 أسابيع ونص، تيليشارجيهم عندك فيهم 2 جيجا، عدد الصفحات 32 صفحة. إذا رابط البي دي اف هذا ورابط البلاي ليست أسفل الفيديو.